على هامش الاحتفال بعيد الشرطة وفي إطار الاهتمام بقادرون باختلاف، شاركت وزارة الداخلية القادرين باختلاف الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تنظيم زيارة لهم إلى المتحف القومي للحضارة ووادي الفروسية، وهما يؤكدوا حرص وزارة الداخلية على التفاعل والتواصل معهم ومشاركتهم كافة الاحتفالات. استمرار لاهتمامها الكبير بالأشخاص ذوي الهمم وتنفيذ لاستراتيجية الدولة بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، شاركت وزارة الداخلية القادرون باختلاف الاحتفال بعيد الشرطة 72، حيث نظمت زيارة لهم ولذويهم إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط في إطار مبادرة كلنا واحد. زيارة هي الأولى للبعض منهم، لكنها أدخلت البهجة في نفوسهم ليس بهذه الزيارة فقط، ولكن لهذا الاهتمام بهم الذي لمسوه من الوزارة. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها. رحمة أول مرة بتزور المتحف وفرحانة جداً ومبسوطة بالأجواء اللي احنا فيها ديت. أنا أول مرة أشوف مناظر زي دي، وسيادة الضباط مهتمين بينا اهتمام كبير جدا. لولا السيسي ولولا دعمه للولاد ده ما كناش هنقدر نوصل للمكانة دي واللي هم فيه دلوقتي. بقى فيه اهتمام جامد بيهم، وبيوروهم بيودوهم رحلات لأماكن عمرهم ما شافوها، بيدولهم دعم نفسي وبيدولهم هدايا. مبسوطة قوي إن أنا جيت المتحف وشفت أصحابي، واشكر الضباط جدا ان هم ورونا البوميه والحاجات دي وانا قريتها، وكان اليوم كان جميل. نشكر الرئيس السيسي على الاهتمام بالاولاد ذوي الهمم، بجد يعني هو ظهرهم والمجتمع كله بقى شايفهم. احنا مش متشكرين لحضرتك السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يخليك لينا يا رب. اجمل حاجه اقولها بلدي التاريخ، بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يوقف وينحن لها احترام، بلد اللي مهما اقول عليها ومهما احكي 100 سنة صعب اوصفها بكلام. تعرف القادرون باختلاف على مقتنيات المتحف التاريخية المعروضة وفقا لأحداث نظم العرض المتحفي، مع مشاهدة عرض مسرحي تاريخي. فليشهد الإله عرش مصدر ولم تلوثه قطر الدماء، ودي رسالة لكل الأجيال في المحبة والسلام. الحفلة دي برضو بتبسطنا أوي وبتخلي الناس كلها تتصور معانا، وأنا مبسوطة أوي إن أنا في وسطيكو. أنا مبسوطة وجينا المتحف هنا، أنا انبسطت معاهم وصورنا مع الضباط. إحنا مبسوطين جدا بالرئيس بيقدمه لكل ولادنا، وهو اللي خلى ولادنا كلهم يعني بقى ليهم مكانة في الدولة يعني. شكرا لك يا رئيس، شكرا على كل حاجه اللي انت بتعملها معانا، ويا تحيا مصر. انتقلت وزارة الداخلية باحتفالاتها بالقادرون باختلاف إلى وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، حيث استمتعوا بعروض متنوعة قدمت لهم وشاهدوا مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد ورياضة الكلة. أنا بجد بجد بسود جدا وسعيد إني فخور إني اللي كل الناس بتهتم بينا. اهتمام واضح في كل مكان،
كل مكان بنروحه بيبقى فيه تقدير ليهم كبير قوي. بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمبادرة كلنا واحد، وبشكر الوزارة الداخلية، وبشكر لكل ضباط الشرطة اللي دعمنا وبيسندنا. طبعا نشكر رئيسنا، ربنا يحفظه يا رب ويجعله سند لمصر ويحفظه ويحفظ بلدنا وشعبنا وجيشنا ويحفظ بلدنا، اللهم امين يا رب العالمين. انا مبسوطة جدا جدا وشكرا على الرحلة الجميلة دي، لان فعلا انتوا بتدونا طاقة ايجابية. النهارده يوم جميل ويوم اجمل، مبسوط جدا. رئيس عبد الفتاح السيسي يعني عمل مبادرة جامدة جدا بان هو اهتم بيهم وخلى الدولة كلها تهتم بيهم وخصوصا الشرطة. فأنا بزيارة هنا مبسوطة قوي انا واصحابي برضو. تحيا مصر. كما اتيحت لهم الفرصة لركوب الخيل والاستمتاع باجواء ترفيهية. سعيد وفرحان ركبت حصان وبشكركم جدا جدا. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. تضمنت الاحتفالية أيضا بوادي الفروسية عروضا لكلاب الأمن والحراسة، وامتدت الاحتفالات إلى منتجع عين الحياة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط التابع لوزارة الداخلية، حيث نظمت لهم الوزارة احتفالية غنائية شهدت تفاعلا من القادرون باختلاف مع العروض المتنوعة المقدمة لهم، حيث أثنوا على ما تقدمه وزارة الداخلية وعلى هذه الاحتفالية المتنوعة. الحفلة النهاردة كانت جميلة جدا جدا، ويوم ترفيه للولاد انبسطنا فيه جدا، أولياء الأمور والأولاد، ركوب الخيل والفروسية وعروض جميلة عملوها لنا وحاجات جميلة جدا، يوم فعلا ترفيه جميل جدا. شكرا وزارة الداخلية، شكرا رئيسنا الجميل المحترم عبد الفتاح السيسي. نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بأولادنا، وربنا يبارك فيه ويسدد خطاه بإذن الله. شكراً للباحة، بحبك قوي إساسة قوي. وحوش أبطال وصوت تجبل في الصخر نفوت ونهد الأعالي. وشهدت الاحتفالية توزيع هدايا عينية على القادرون باختلاف، لتؤكد احتفالات وزارة الداخلية بالقادرون باختلاف عن مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم وحجم الدعم والمساندة المستمرة لهذه الفئة على مدار العام، والتي تتوافق مع توجه الدولة نحو دعمهم وتقديم الرعاية لهم. من منطلق المسؤولية المجتمعية والإنسانية لوزارة الداخلية، تأتي مشاركة الوزارة الأشخاص ذوي الإعاقة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيارات واحتفالات متنوعة تسهم في رسم البهجة والفرحة على وجوههم، إضافة إلى الخدمات المختلفة والتيسيرات المقدمة لهم في كافة المواقع الشرطية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.